جربي الاثنين وهتشوفي. كان في ناس كتير تقولك لا 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 شوربه اللحمه ما ينفعش اعمل عليها ملوخيه، بالعكس بتطلع طعم طعمة السنين. الملوخيه بتاعتنا النهارده برضو هتتعمل في طاجن، كل اكلنا النهارده طواجن ان شاء الله. تعالوا نقول مقادير طاجن الملوخيه باللحمه ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. عندنا لحمه مسلوقه، وعندنا ملوخيه اللي مفرزينها او تجيبيها خضره زي ما يعجبك، وكمان كزبرة. مين معانا يا سباعي؟ استاذه زينب، اهلا وسهلا. صباح الفل. يا صباح الهنا، صباح العسل. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وانت طيبه، يعود عليك بخير. انا وانت والسامعين اجمعين يا رب. اجمعين يا رب. يا انا رب. من سوهاج. اهلا وسهلا بيك. بص الباميه ما حطيتلهاش لحته التومه نيه مع الكزبره الناشفه وهي في وهي على النار بعد كده هو يعني تغلي غلوتين، وعارفه هرست البطاطس الهرسه اللي بنهرس فيها البطاطس دي. تمام، تهرسي بيها. الله عليكي، وما تخليهاش ناعمه خالص وتبقى كده لمغزه بتنط، تبقى في محكه حتت صغننه فيها حتت زي ما عملناها كده. تغمسي الحتت دي بالشوكه برضه زي ما قالت الحاجه اللي قبلي، عملناها بالشوكه دلوقتي. اول ما قالت لنا عملناها بس حته تومه نيه تبعيه، وتومه نيه حاضر حته غير اللي على الوش بتاع البشره. اشكرك يا الملوخيه. تعيش يا حبيبتي، تسلم ايديكي وعينيكي يا حاجه، شرفتيني النهارده. طريقه الملوخيه زي ما قلت لكم لعريسنا الجداد في المطبخ، بجد يا حاجه اللي هاخد منها وازود في الملوخيه لغايه ما اوصل للقوام المناسب. عاوزين مضرب؟ مين معانا؟ استاذ سيد، اهلا وسهلا. ازيك؟ ازي حضرتك؟ صباح النور، صباح الهنا. انا راجل 70 سنه والله، وانت شوقتينا للاكل. اهلا وسهلا بحضرتك. وانا في الباميه عندنا بينشفوها في الصعيد وبيعملوها بالقوطه. الباميه اللي بالقوطه الناشفه، يا سلام. القوطه الناشفه جميله جدا. الله ينور. فانا عندي القلب، عندي شرايين الاورطه، عاوزك تقولي لي على اكل يعني ايه صحي عشان رمضان، انت عارفه الانسان بيطلع منه وزنه بيبقى تقيل. الف سلامه على حضرتك، ربنا يشفيك. الله يسلمك. فعاوزك تعملي لنا وجبات كده. الله يبركاتك حبيبتي. ازيك؟ عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ كل الحمد سنه وانتي طيبه وحبايبك طيبين يا رب. تعيشي، بقالك كتير ما كلمتيناش. معلش، ما انا قلت لك بقى الظروف ما بعرفش اتكلم على طول. حبيبتي ربنا يديكي الصحه يا بقى رب. تدعي لي انت وبيت العيله لبنتي ان ربنا يقومها بالسلامه، مشغوله معاك. يا حبيبتي ربنا يقومها بالسلامه ويفرحك بيها يا رب. الله يخليك، يا الله يخليك. تعيشي كل سنه وانت طيبه، ووحشاني قوي. يا ربنا يخليكي. وانت والله كلكم لما بتتاخروا عليا بتوحشوني. سلمي على اهل بيت العيله كلها، وقولي لهم كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وانت طيبه وكل حبايبك طيبين وبخير يا قلبي. شيخه هلا، انا عايزه اسالك على سؤال. تحت امرك، اتفضلي. انا عملت ورق العنب ماشي، بس نسيت ان انا احطه فين، في التلاجة ولا اخليه بره؟ ورق العنب اني اللي من غير سلق؟ لا اللي هو في اللي في المحلول. في لا المحلول. اللي في المحلول بره، ما بيتحطش في التلاجة. يعني طلعه من التلاجة؟ انا خفت لا يبوظ. لا لا لا، دي مش فارقة لان المحلول اصلا بيحفظه. بصي كده ادي. العفو يا حبيبتي، شرفتيني. اللحمة اتشوحت اهي في السمنة. اللي انا هعمله دلوقتي هو ده طشة الملوخية الاساسية، يعني انا مش هرجع اعمل لها طشة تاني، ده طاجن الملوخية. ادي اللحمة اتشوحت الاول في السمنة، هعمل كده حفرة وبعدين انزل بالثوم. كل ده في الطاجن نفسه. قد ايه الوصفه دي بقى بتخلي الملوخيه واخده طعم وريحه الطاجن. الطريقه دي حصريه، ما اتعملتش قبل كده. انا الحمد لله بفضل ربنا يعني احنا اللي. والطاجن على النار اهو اللي بيتشوح، التومه بتاعه طشه الملوخيه مع اللحمه. قلت لكم قبل كده الحركه دي مهمه جدا جدا في قوام الملوخيه، بتمنع اي ريم، ما بتخليش الملوخيه تريم. لما بنشوف الشو ده في المطاعم بنفتكر ان هم بيعملوا كده منظر، لكن دي حقيقه. يلا بينا بقى يا عم سباعي نطش الملوخيه. هنعمل ايه؟ اول حاجه هاخد كبشه كده الاول على التومه واللحمه. تاخد الطشه الحلوه وبعدين نكمل. والفخار على النار زي ما هو. ذوقوا احلى واطعم طاجن ملوخيه باللحمه.